الجزاء على بركة الله. انطلق قبل قليل الشوط السابع للثنايا أبكار من هذه الفترة المسائية وانطلاقة سليمة. وأيضا نذكر الأخوة الأعزاء بأن اللجنة المنظمة تنوه اللجنة للسادة الراقبين بالمشاركة بسباق سمو المستشار الخاص لسمو الأمير المقام في يوم الأحد 19 من شهر ديسمبر الجاري، ويستمر إلى 25 من ديسمبر الجاري. تنوه اللجنة بأن التسجيل سيبدأ اعتبارا من يوم السبت 11 من ديسمبر ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 16 من ديسمبر الجاري، وعلى فترتين صباحية ومسائية. وتهيب اللجنة بالمشاركين الأعزاء بأن التسجيل في الأيام المحددة للتسجيل، ودمتم سالمين. أيها الأخوة، عودة إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة ومن تحتل الصدارة الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم وبقيادة فيصل بن طالب بن شريم المري، تحتل الشاهينية المركز الأول والصدارة. نقلة إلى المركز الثاني اللي تلي الشاهينية. عطني الثانية يا الحمادي من خلال شاشة التلفزيون. المركز الثاني بشاير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة سالم بن فاران المري. ننتقل إلى المركز الثالث لنرى التماس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة فهد بن سيف الخيارين. تليها في المركز الرابع الغارية لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني ضمر الغارية علي بن حمد بن جرحب المري. نقلة إلى المركز الخامس أمطاقة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ويضمر أمطاقة محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة للخمس المتقدمة الأولى، وعودة إلى مقدمة الشوط مع أول كيلوين متر تنقضي من هذه المسافة. الشاهينية تسيطر على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط، وهي ضيفة عزيزة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة في هذا السباق، وتعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم وفي التضمير فيصل بن طالب بن شريم المري. ولكن الدخول على الشاهينية في المركز الثاني من تتسلل وتخطف المقدمة بشاير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. نقلة إلى المركز الثاني، أيضا الدخول على ثاني المراكز من التماس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ومضمر التماس فهد بن سيف الخيارين. نقلة إلى المركز الثالث أمطاقة تحتل المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة محمد بن خالد العطية. والشاهينية تحتل المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبقيادة فيصل بن طالب بن شريم المري. والمركز الخامس الغارية لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني وبقيادة علي بن حمد بن جرحب، تنتزع في هذه اللحظات الغارية المركز الرابع وتتقدم إلى رابع المراكز، بينما المركز الخامس تحتله الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. وانتصفت المسافة، وهذه عودتنا إلى بشاير. يا سلام يا بشاير، من تقدم نفسها في هذا الشوط وتحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة الشوط وعلى الصدارة. تعود ملكية بشاير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة المضمر سالم بن فاران المري. بينما المركز الثاني أمطاقة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. ونذكر بأن صاحبة أفضل توقيت ما زالت شقرة الفائزة بالشوط الأول الرئيسي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بتوقيت زمني ممتاز 9:39:18. إذن أفضل توقيت في هذا المساء ما زالت تحت أقدام شقرة المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع والفائزة بالشوط الأول الرئيسي بتوقيت 9 دقائق
39 ثانية 18 جزء من الثانية. هذه عودتنا أيها الأخوة إلى مجريات هذا الشوط وإلى أحداث هذا الشوط وإلى تنافسات هذا الشوط وإلى من تتسلل على مقدمة الشوط. بشاير أيها الأخوة، بشاير تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة سالم بن فاران المري، بينما النقلة إلى المركز الثاني هنا مطاقة أيضا لسعادة الشيخ القعقاع، ولكن مع اختلاف التضمير يقودها محمد بن خالد العطية، ودخول دخول من قبل منصورة تحتل في هذه اللحظات المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة سالم بن فاران المري. تتسلل منصورة وتخطف مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني بشاير أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة محمد أو بقيادة سالم بن فاران المري. المركز الثالث التماس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة فهد بن سيف الخيارين. المركز الرابع امطاقة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة محمد بن خالد العطية، بينما المركز الخامس الغارية لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، ويضمر الغارية علي بن حمد بن جرحب، وعودة إلى مقدمة الشوط وإلى منصورة. منصورة غيرت النتيجة وغيرت الأمور بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة سالم بن فاران المري، ولكن الخطورة بانت على منصورة من قبل بشاير. بشاير ومنصورة، ومنصورة وبشاير، ونقترب من الكيلو الأخير الكيلو المثير. يا سلام يا بشاير. بشاير أيها الأخوة تتقدم وتنتزع ناموس الشوط وتنتزع الصدارة. بشاير بشاير بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والنقطة السابعة في هذا المساء لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. النقطة في طريقها، النقطة السابعة في طريقها، وذلك من خلال تواجد بشاير وتواجد منصورة وتواجد أمطاقة وتواجد التماس وسيطرة على الأربع مراكز الأولى لشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ومنصورة. يا سلام. بشاير عادت أيها الأخوة، بشاير عادت من الجانب الآخر، بشاير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة سالم بن فاران المري. بشاير بشاير ومنصورة وصلت في هذه اللحظات التماس. بشاير ومنصورة والتماس ال 400 متر الأخيرة، 400 متر، وبشاير أيها الأخوة هي الأقرب. بشروني عنك، ما يدرون عني يا بشاير، ما دروا باللي شغل فكري وظني. بشاير والالتماس، ولكن بشاير أيها الأخوة تذهب بناموس الشوط، تذهب بالتهاني لعزبة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. يا سلام. الله الله الله، مشكور يا الذهبي، مشكور للذهبي، وأيضا الشكر لسعادة الشيخ القعقاع على امتلاك هذه السلالات الممتازة. وتقترب من خط النهاية، وخط النهاية يرحب بقدومها. وأبعدوا أرجوكم هؤلاء السياح الذين يخيفون المراكز المتقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني التماس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثالث منصورة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الرابع، المركز الرابع أمطاقة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، بينما المركز الخامس، المركز الخامس شديدة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. هذه النتيجة، ونشاهد لحظات وصول بشاير إلى خط النهاية قاطعة المسافة في 9 دقائق 36 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني لسالم بن فاران المري على فوز بشاير بناموس هذا الشوط. المركز الثاني التماس قطعت المسافة في 9 دقائق 38 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني موصولة لسالم بن فاران المري. المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز منصورة، قطعت المسافة في 9 دقائق 39 ثانية 17 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني.